أجواء مختلفة بعيشها الطلاب بجامعة تشرين. آمال وأحلام للمستقبل. ذكريات ترسم لحظات اللقاء بالأصدقاء. متعة النجاح وتجاوز الامتحانات. شباب طموح بثقة بيحاول تجاوز الصعوبات والهموم. أقوم بجولة تفقدية على القاعات الامتحانية في كلية الزراعة في الوجبة الثالثة هذا اليوم لطلاب السنوات الرابعة تخصص في كلية الزراعة. طبعا نقوم بالإشراف بشكل كامل لنطلع على كيفية إجراء هذا الامتحان وكيف يقوم السادة رؤساء القاعات ونأسر والمراقبين بواجبهم وتأمين الجو الملائم للعملية الامتحانية لهؤلاء أبناؤنا الطلبة. كيف عم تكون الأسئلة وكيف عم يكون القاعات والمراقبين؟ طبعا نحن بالنسبة لنا هناك تقيد كامل والحمد لله حتى الآن من قبل كافة أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والقائمين على العملية الامتحانية في كلية الزراعة، والالتزام كامل وتام من مراقبين وأمناء سر ورؤساء قاعات، ويتم توزيع الأسئلة في حينها وفي وقتها بالتمام، وبالتالي لا يوجد أي تأخير. أما بالنسبة لموضوع الأسئلة فالأسئلة هي متنوعة وهذه تعود لطبيعة المقرر، ويمكن تقييم الأسئلة من قبل الطالب قبل أن نقوم بتقييمها كإدارة، فالطلاب هم المعنيين بتقييم موضوع الأسئلة. لكن حتى الآن يمكن أن نقول بأن في هذه الدورة الامتحانية التزام من قبل أبنائنا الطلبة من حيث الالتزام بتقديم الامتحانات أكثر بكثير من الدورة الامتحانية السابقة أو في الدورات الامتحانية. حتى الآن نسبة الحضور تتجاوز 75% في مجمل المقررات المقدمة في هذا الامتحان. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. يعطيك يا رب. ولا يهمك. كيف الأسئلة؟ الحمد لله ماشي الحال. شو المشاكل عم تواجهوها؟ الحمد لله ما في أي مشاكل. نتخص الشوب الحرارة. نتحمل بعين الله. كيف أجواء الامتحانات بشكل عام؟ الحمد لله الامتحانات منضبطة والطلاب منضبطين كمان، والأسئلة يعني عم بيجاوبوا عليها بشكل كويس، وكل شيء ماشي الحمد لله بشكل مناسب. هلا بهالشوب الطلاب بحاجة حدا يساعدهم، عن قليل بتحكي ابتسامة، كيف عم يكون التعاون بينك وبين الطلاب؟ حسب هلا هدول الطلاب سنة خامسة، هدول صاروا بمرحلة عالية يعني شوي تعلموا على جنب، بس السنوات الأولى شوي بيعذبونا أي أكثر من هدول، هدول يعني منضبطين أكثر. بس في مراوح، في قاعات، فيها كونديشن، فيها حسب أو في الحمد لله شبابيك، يعني ماشي الحال معنا يعني. مشاكل ممكن تواجهوها؟ أكثر شيء منواجه أحياناً عدم انضباط الطلاب خاصة السنوات الأولى، يعني بيضجوا شوي، بيحركوا كتير هيك، بس كل ما طلعوا لفوق بيكونوا شوي انضبطوا أكثر. شو عم تدرسي أنت؟ إرشاد. كيف كان الفحص؟ تمام الحمد لله. أجواء الامتحانات كيف عم تشوفيها؟ والله تمام الحمد لله، كله تمام الحمد لله. عملتي منيح؟ شو طموحاتك بالمستقبل؟ كفي دراستي وعيش طبيعي، يعني ما أكون بحاجة شيء. شو عم فكر تشتغلي بس تتخرجي؟ بالفرع نفسه كفي، يعني في نظامة. شو عم تدرس؟ كلية الحقوق، طالب حقوق سنة أولى مستجد. كيف أجواء الامتحانات؟ الحمد لله تمام، عم ندرس وتقديمي كويس الحمد لله هيك، والأسئلة سهلة كمان الحمد لله. نحن نشكر الدكاترة ونشكر عميد الكلية ونشكر وزارة التربية والتعليم العالي على الأسئلة الكويسة اللي عم بيجيبوا لنا إياها. شو طموحاتك بالمستقبل كيف رح تحققها؟ والله أنا طموحاتي يصير ضابط شرطة إن شاء الله، يعني حابب أتطوع بكلية الشرطة. ليش اخترت هذا الشيء؟ اخترت هذا الشيء لأني بحب يعني هيك أنشر العدل بين الناس، يعني دائما حقق العدالة دائما، وهذا أنا دخلت بكلية الحقوق لحتى أنا بحب العدالة وبحب ميزان العدل ومن هالأمور هاي هيك. إن شاء الله يا رب تحقق أحلامك. كيف عملت بالفحص؟ الحمد لله تمام. كيف أجواء الامتحانات بشكل عام؟ ممتازة الحمد لله. متنوعة بين كل المحاضرات. شو طموحاتك بالمستقبل؟ صير أستاذ عربي. شو عم تدرس؟ حقوق سنة أولى والله. ليش اخترت هذا الفرع؟ والله رغبة شخصية، أنا بحب لهذا الفرع من زمان هيك. خلصت فحص اليوم؟ ايه لا عندي بكره والله، ما عندي وحده وخلص.
أجواء الامتحانات كيف؟ يعني بشكل عام كويس، يعني إن شاء الله تقديمنا كله منيح، يعني أسئلة سهلة ما في شيء برات مقررة. أي والله هيك. حدا قال لي إنه الأسئلة صعبة؟ يعني نص نص، بالنهاية على الدارس ما فيش صعب هيك. شو طموحاتك بالمستقبل؟ كيف بدك تحقق هذا الشيء؟ والله بالتعب والجد والاجتهاد ما في شيء بيجي بسهولة. شو طموحاتك بالمستقبل؟ والله طموحاتي خلص وكفي قاضي يعني وأدرس إن شاء الله إذا رب وفقنا. والله الأسئلة عم نعاني شوي بالصعوبة، بس يعني بعيننا الله. في صعوبة بالأسئلة، في أحيانا أسئلة بتحسيها ما أدري كيف إنه الدكتور كتير مصعب الأسئلة، وبالمقابل في دكاترة عم يجيبوا لنا أسئلة صار ما يتساهلوا معنا يعني. المراقبين والمراقبين كمان في هيك وهيك، في مراقبين حبابين يعني بما إنه الجو صيفي وشوب وهيك بيتعاونوا معنا، في مراقبين كيف يعني بيتعاونوا مو كتير مثلا بيشددوا هيك، في مراقبين الحمد لله يعني هيك وهيك. شو طموحاتك بالمستقبل؟ كيف رح تحققي هذا الشيء؟ أنا ناوي إن شاء الله سجل نقابة محاميين، اشتغل لحالي وصير محامي إذا الله قدر. أجواء تمام، المراقبين يعني عم يوفروا لنا الجو الكافي واللازم للعملية الامتحان، ولعل الطالب إنه يدرس، أي طالب بدرس رح يحقق النجاح بالنهاية، فبالتالي علينا ندرس نحقق النجاح. كيف كانت الأسئلة؟ الأسئلة كانت سهلة، يعني الطالب اللي ما هو دارس ابدا ما رح ينجح فيها، والطالب التعبان على المادي اكيد رح ينجح. مراقبين كثير كويسين يعني بيأمنوا لنا الجو من الهدوء كثير تمام. والاسئله؟ الاسئله والله لك ما رح انه بكذب عليكي، لانه في شوي منها صعوبه وشوي سهوله يعني، يعني تعادل يعني هيك وهيك، يعني مواد في استصعبناها ومواد استسهلناها. الحمد لله كويسة ممتازة، يعني مثل ما بتقول اللي بيدرس بينجح واللي ما بيدرس ما بينجح، وحسب طريقة الأسئلة يعني حسب الدكاترة وتعاملهم معنا، يعني في شيء كويس في شيء صعب حسب يعني. أنت دارس بدك تنجح ولا لا؟ لا أكيد جايين لننجح، لأن أكيد ما أنا جايين نقضي وقت أهلنا بيعتينا من حلب لحتى نقضي أوقات يعني ضياع وصياع يعني. الحمد لله قدمنا منيح، كان عندنا مادة اقتصاد سنة أولى. أي والله. شو طموحك بالمستقبل؟ كيف رح تحققي هذا الشيء؟ والله أنا طموحي بأنه أكون هيك محامية. سهلة كتير وغير شكل. شو طموحك بالمستقبل؟ قاضي أو محامي أو ضابط شرطة بإذن الله. شو عم تساوي هلأ بالكافتيريا؟ والله قاعدين عم نروح على حالنا شوي بعد المادة. كله تمام هون الحمد لله، والمراقبة سهلة يعني فيها شوية صعوبة، بس يعني امتحانات بتضل امتحانات، والجو يعني والجو شوب يعني شو بدنا نعمل هذا الجو. شو طموحك بالمستقبل؟ كيف رح تحققي هذا الشيء؟ والله أول شيء هو الدراسة، أولا وأخيرا الدراسة، ومستقبل إن شاء الله مربي أجيال. منيحة تمام، مريحة، أجواء مكيفة، مراقبة هادية، ما في أي إزعاج لإلنا. ما في شب القاعة؟ ما في شب القاعة؟ لا أبدا، قاعاتنا كلها مكيفة. الأسئلة كيف كانت؟ الأسئلة يعني ما فيني بقول لك سهلة، بس فيها درجة من صعوبة التركيز، بدها مستوى عالي من الفهم والتركيز، ما أنا أسئلة بسيطة أبدا. شو بتفضل، المدرسة ولا الجامعة؟ لا أفضل الجامعة طبعا، الجامعة حلوة كتير، خصوصا جامعة تشرين كتير حلوة، حياة الجامعية كتير حلوة، وأنا بنصح كل شاب يعني يشد حاله وبالسنة الجاية بالبكالوريا ولا بالتكميلي، إنه الجامعة كتير حلوة والحياة الجامعية كتير حلوة، يعني الإنسان بيتغير غير عن سعرفتي شو. شو اللي شفته شيء مميز بالجامعة أكتر شيء؟ الرفقات، الدراسة، نظام الأسئلة يعني مثل الدكاترة كذا هيك عن سعر. هيك غير البكالوريا، ما مثل البكالوريا. هلا هون حياة ثقافية غير، يعني إنسان بصير مثقف غير من إنه بيضل مثل ما هو. هلا المدرسة بتحس الواحد تفكيره صغير، ما عنده انفتاح على الحياة، ما عنده شيء. بالجامعة بيكبر عقلك، بيكبر تفكيرك، هيك بتحسي بصير عندك طموح أكتر، بتصممي على التفكير على هدفك أكتر. لا طبعا الجامعة عالم تاني غير المدرسة، يعني الجامعة بتعرف الواحد على أصدقاء، بيطور مهاراته وبينمي قدراته. الدراسة مو مثل المدرسة، المدرسة صغيرة والمدرسة جامعة كبيرة ضخمة. كل مرحلة لها خصوصية بحياة الإنسان وتأثير فيه. الجا المدرسة حلوة، جمع إنه جوا مغلق بين الطلاب، هون حلوة أكيد لأنه بتحقق الطموح. ليك بحن لأصدقائي، لأنه بعد ما
بتعرفي بعد ما تدخلي حياة الجامعة بيصير كل واحد عنده ظروفه، بيلتهي بيروح بيجي، يعني أصدقاء ما عاد بيكون، ما عاد فيكي هالمجال تلتقوا سوا، فبتشتاقي لهم. أفضل الجامعة تكون أحلى. الحياة الجامعية يعني أحلى مرحلة يمر فيها الإنسان تقدر تقولي. وهون رفقاتي تعرفت عليهم يعني كلهم حبابين وكلهم مناح وكذا والحمد لله. المدرسة ورفقاتنا متعودين عليهم، بس هون بالجامعة لأنه بلد جديد علينا، من إدلب لهون للاذقية جديد، وبدنا تكوين شوي صداقات لنتعرف على بعض، بس بضل جو المدرسة أحلى. حبيت أيام المدرسة أكثر من الجامعة بكثير. ليش؟ هي أيام كان فيها صداقة حقيقية، كان فيها أجواء حلوة، كان فيها حنان من المدرسين والمدرسات اللي ما كنا نحسه لجينا على الجامعات. طبعا اهتمامهم فينا، الصداقة اللي بتكون بالمدرسة غير الجامعة تماما. هي هي الأجواء الجامعية، حياة بتكتمل بعناصر الإبداع، نجاح، فرحة اللمة، وجمعة الأصدقاء.